سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. رسالتنا اليوم كما تشوفوا برعاية عيد الحب، باش نعملوا مع بعضنا جاتو شوكولا وموس الفريز والفانيليا. خليكم معايا باش نشوفوا مع بعضنا التفاصيل الكل. دونك هنا المرحلة الأولى، باش نحضروا مع بعضنا طبقة البراونيز. هذوما المقادير كلها نخليهم لكم تحت العنوان في صندوق الوصف. نتعداو طريقة التحضير ديريكت ساهلة، ما راهي ما تاخذش الوقت وفي سنة تحضر. أول حاجة هنا عندي زوز بيضات، وباش نزيدو لهم 120 غرام سكر، كسوا محور ولا عادي ما يقلقش. نخلطوهم بالباهي مع بعضهم كما تشوفوا فيها، نستعمل في الخلاط اليدوي يدوب هكا يتجانسو. باش نزيدو لهم توكا الزيت، لهنا راني نستعمل زيت زيتونة لكن راه موش حاجة لازمة، بالطبيعة نعوضو بأي زيت نباتي ما يقلقش. ونعاودو نخلطو كما راكم قاعدين تشوفو. وتو باش نزيد 50 غرام كاكاو، يعني مقدار 3 ملاعق كبيرة، و 50 غرام فارينة كيف كيف مقدار 3 مغارف، وباش نزيد لهم 4 مغرفة خميرة كيميائية. ونخلط كالعادة كل شيء مع بعضه حتى لين يتجانس. كما شفتوني نخلط بالخلاط اليدوي وما تستحقش منه خلاط كهربائي، ونتحصلوا على خليط يكون بالقوام هذايا. دونك هنا باش ناخذ اي قالب نحط على الكويسون، وباش نحط الخليط نتاعي. مش نستعمل حتى قالب هنايا، جوست بعدالي كيف تحضر باش نقصها بالقالب اللي على شكل قلب كما ماكم قاعدين تشوفوا. استعملت الطريقة هذه على خاطر القلب نتاعي حتى اللي هو معناتها يخرج الخليط، معناتها ما يتسكرش بالباهي. سنو كان عندكم اي قلب معناتها تنجم تعملوا فيه ديريكت هكا، انا بعد ليك باش تعاودوا تنحيوها وتعاودوا تحطوها باش التنحية نتاعها بعد ليك تكون سهلة في المونتاج نتاع الموس. كملت ناحية الحواف نتاعي، وباش نحط الطبقة نتاع الجاتو الشوكولا في المول ونخليها على جنب، ونتعداو نحضر مع بعضنا بقية المراحل. وتو ننتقلو نحضر مع بعضنا الموس. لهنا عندي 300 مليلتر كريمة سائلة، لهنا عندي محلات هاكا كان معندكمش ناقصة سكر هاكا تزيدولها السكر، وزيدتلها لهنا سادة 60 غرام سكر بودرة. باش نركدوهم بالباهي مع بعضهم حتى يولو بالقوام هذا اللي تشوفو فيه، مش بالضروري تكون كثيفة برشا. وتو باش نزيدلها كاس حليب مقدار 200 مليلتر. نجمو بالطبيعة إذا كان معندكمش الكريمة السائلة تسنى في المونت تعملو بودرة إشونتي، تعملو 500 مليلتر حليب وتزيدولهم 3 ظروف نتاع كريمة شونتي مقدار 240 غرام، ونركضو حتى نتحصلو على القوام كما تشوفو فيه، متجيش راهي كثيفة برشا. باش نخلي تو الخلطة هاذيا على جنب، وباش نحضر مع بعضنا الفريز. بالنسبة للفريز لهنايا استعملت 250 غرام فريز باش نرحيوها حتى لين معنتها تكون مرحية بالكدا، مانيش راني لا باش نطيبها لا باش نصفيها، باش نستعملها كاملة كيما ماكم قاعدين تشوفو. وتو بعد ما كملت حضرت الفريز متاعي، جبت لهنا الكريمة اللي حضرناها باش نحط نخلي كمية للموس باش نخليها بالموس الفاني، ولا قاعد لي باش نزيد له الفريز. وما تنساوش اذا كانكم اول مره تزوروا قناتي باش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس باش ما يفوتكمش الجديد نتاعي ان شاء الله. دونك نخلط الخليط نتاعي مليح مليح حتى لين يتجانس كل شيء مع بعضهم، ومن بعد تالي باش نقسم الخليط هذاك على نصفين، باش نخلي نصف نزيد له الكولورون جست من هاي الفازة هذه ديال كونتراست هكا هاو، تنجمو تستغناو عليها بالطبيعة وتعملو إذا كنت تحبو يعني خليط واحد بلون واحد. دونك هنايا بعد ما حضرنا ثلاثة طبقات نتاع الموس باش نحضرو توا الجيلاتين. هنايا خديت 3 ملاعق جيلاتين هاكا على كل طبقة مغرفة جيلاتين، وباش نحطو لهنا الماء ونخليو الجيلاتين نتاعنا يتنفخ. ضروري هنا ننفخوه قبل، وقت اللي يشرب الماء كله وتحسو يتنفخ وقتها نسخنوه حتى لين يدوب، وما عادش يكون عندنا حبيبات نتاع جيلاتين. وتويكا باش ناخذ الطبقة اللي باش نحط الأولى بالكل، ناخذ شوية من الجيلاتين ونخلطها مع الخليط. هنا باش ندهن شوية طبق بالزيت باش بعد ليك فاسيلمون يتنحل، وباش نحط الطبقة نتاعي وندخلها
في الكونجيلاتور هنا مش في الفريجيدير، يعني مش حاطه في المجمد باش نربح الوقت، وفي ساعة ما هيك دوما تشد روحها باش نخرجها ونكمل نضيف بقية الطبقات كما تشوف هنا. ونعاود نفس الطريقة مرتين باش نكمل الطبقات متاعي، ونخلي واعل هنا من تحسن ليلة كاملة ولا على الأقل 4 سوايع في الكونجيلاتور باش تشد روحها بالكدا. وطريقة باش نخرجها هنا استعنت بالمجفف متاع الشعر باش سخنت الأطراف باش فاسيل ما يتنحي للقالب وتجيني معنتها مرطوبة كيما ماكم قاعدين تشوفوا. دونك توا مقعد لي كان باش نحيها من القالب ونحطها في طبقة التقديم، وتوا مقعد لي كان باش نزينها. التزيين بتبع ديما اختياري، زينتها بكعبة فراسك على شكل قلب هاكا حاجة بسيطة، وانتوما تنجمو بيها تتفنوا وتزينوا باللي تحبوا عليه بالموجود عندكم. دونك هذه هي رسالتنا اليوم، كما شفتوا ساهلة ماهلة، وحتى مكوناتها بتاعته طريقة التحضير سهلة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش كل عادة باش تدعموني بالليجيم والكومنتير، واللي يزورنا اول مرة ما يبخلش باش يخلي اشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما فيديوهاتي تقعد توصل لكم. وتو ما تبقى لي كان، نشكركم بسلامة ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.